بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسية دكتور رشاد العليم وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية آخر مستجدات بلادنا والعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وتطرقت المحادثات إلى تطورات الشأن اليمني وأمن المنطقة في ظل تزايد الأنشطة الإرهابية من جانب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، كما استعرض الجانبان مجالات التعاون بين البلدين وفرص الدعم الأردنية المتاحة على مختلف المستويات، بما في ذلك التنسيق الثنائي لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة. وأثنى العليم على التسهيلات الأردنية للمقيمين والوافدين اليمنيين، معربا عن أمله بأن تشهد العلاقات الثنائية مزيدا من التطور والنماء، بما في ذلك استئناف اجتماعات اللجنة الوزارية العليا المشتركة بين البلدين الشقيقين. من جانبه جدد جلالة الملك عبد الله الثاني حرص المملكة الأردنية على دعم بلادنا، مؤكدا انفتاح الأردن على كافة أشكال الدعم المتاحة لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب واستعادة السلام والاستقرار بموجب المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة.